السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير لكم طارت بالسيترون. عندنا 4 الحامضات، عندنا 60 غرام تاع الزبده، عندنا نيسلي تقريبا 397 غرام، عندنا بسكوي. نتوما تقدروا ديروا اي بسكوي، ماشي بالضروره ديروا هذا اللي عندي انا، تقدروا ديروا بسكوي بالشوكولاته ولا اي بسكوي بغيتو. نبداو ناخذوا الحامضات من بعد ما غسلتهم ونحطكم هكا بهذه الطريقة. صافي، ونحط وحده اخرى عاوتاني. نحاول نحكم بربعة حتى نكمل، نكملهم. هانتوما البنات، من بعد ما حكيت هذوك الحامضات، هانتوما شفتو، ها من بعد ما حكيتهم دابا غادي ناخذهم غادي نعصرهم. ناخذ قطعة هكا، صافي، ونبدا نعصر فيهم. صافي، ونبقى نعصرهم حتى نكملهم كاملين. هانتوما البنات، ها هو من بعد ما عصرت داك الحامض كامل، دابا غادي ندوزو للبسكوي. غادي نطحن هاد البسكوي، غادي نطحنو. دابا غادي نطحن هاد البسكوي ونوريكم. ها نتوما البنات، ها هو من بعد ما طحن داك البسكوي، دابا غناخد هاديك الزبدة وغادي نديرها تدوب. ها نتوما البنات، هاهي الزبدة من بعد ما دوبتها، دابا غادي نكبها في داك الخليط، في داك البسكوي. صافي، ونخلطها، نخلطها بداك البسكوي مزيان، باش داك البسكوي يشرب لينا ديك الزبدة. نخلط مزيان. صافي، دابا بحال نقرص باش ياخد يشد بلاصتو. هانتوما البنات، هاهو داك البسكوي ديالنا، شو هاهو، هاهو درتو في القالب. دابا غادي ندخلو التلاجة وغادي نخليه تقريبا شي نص ساعة في الثلاجة. هانتوما البنات، دابا غادي نديرو داك صابو لاطارت ديالنا من بعد ما صوبنا البسكوي. غنحلو هاد نيسلي، غادي نكفرو هنايا، كتجي هائلة بالمذاق تاع الحامض، كتجي زوينة. شوف فهاد الصاج، تجيب بنة تاع الحامض زوينة. ومن بعد نديرو داك العصير تاع داك الحامض اللي عصرنا، نخلطو ونكبو على داك نيسلي.
ونديرو نص من داك الحامض اللي حكينا. صافي ونخلطو، صافي ونخلطوهم مزيان. هانتوما شفتو كي كيجي، كتجي هائلة، ما فيها لا زبدة لا والو، كتجي هائلة بحال هكا. صافي دابا غنجيب داك لاطارت من بعد ما داز نص ساعة في التلاجة، غادي نكبها عليها. هانتوما البنات، دابا غنكب داك الخليط فوق من ديك لاطارت. صافي ها نتوما كتشوفوا، ها نتوما صافي نوزع على لاطارت ديالنا كامله بهذه الطريقه. كتجي هائله، كتجي بارده، كتجي زوينه، ما كتحتاجش تدخل لا الفران لا بيض لا زبده لا والو. صافي نتوقع دابا بداك ندير من فوق داك الحامض اللي قشطرنا اللي حكينا باش يجي فيها المذاق ديال الحامض والديكور ديال الحامض بهاد الطريقة بهاد الشكل. تقدروا نتوما ديروا شي حاجة أخرى إلا بغيتو، انا كتعجبني بحال هكا بالحامض. الا بغيتي دير هاد الحامض بحال هكا تقدروا تستغناو عليه ماشي بالضروره. ها نتوما شفتو كي كتجي. صافي دابا ندخلها للفريغو ونخلي على الاقل خاصها تبقى 3 السوايع، على الاقل خاصها تبقى 3 السوايع في الفريغو، ومن بعد نوريكم الشكل النهائي ديالها. هانتوما البنات، ها هو الشكل ديال لاطارت سيترون كيفاش كتولي. غنقسمها ونوريكم كيفاش كتجي. باش شاهي قطعتها شتي كي كتجي من الداخل. هانتوما شتو كي كتجي، راه كتجي هائلة. نتمنى تجربوها وتعجبكم، وحتى الفيديو واحد اخر. بالسلامة عليكم.